إننا في 27 من سبتمبر من سنة 1977. تجلس للهو بأول جهاز ألعاب على الإطلاق صدر في أمريكا الشمالية. تخرج من منزلك وترى حيك ينتظر انطلاق فوياجر واحد. اليوم مشمس وتعتصر عينيك قليلا لتحاول رؤية ما يجري. تعيش في حي خارج محطة الإطلاق بالضبط. أحضرت بعض الطعام لتشاهد فوياجر تنطلق في الفضاء أمام مرأى من الجميع. تنبهر بالمشهد لدرجة أنك تقرر تكريس مسيرتك المهنية للعمل في وكالة ناسا. بعد 35 سنة صرت اليوم برتبة مسؤول في وكالة ناسا متخصص في فوياجر واحد. والآن نحن في سنة 2012. تجلس في وحدة التحكم مع زملائك في العمل. يحدق الجميع في شاشات حواسيبهم بينما يعملون على فوياجر. تجلس في الأعلى تشرف على كل شيء وتحرص على أن جميع الأنظمة تعمل بالشكل الصحيح. هذا يوم مميز بالنسبة لفوياجر واحد بما أنها على وشك الخروج من الغلاف الشمسي، وهو الغلاف الخارجي لنظامنا الشمسي. إنه فقاعة فضائية تتأثر بالرياح الشمسية التي تأتينا من الشمس. بحلول سنة 2021 ابتعدت المركبة عن كوكبنا الأرض 22.5 مليار كيلومتر، أي ما يعادل 153 وحدة فلكية عن الشمس. تعادل الوحدة الفلكية المسافة بين الشمس والأرض. كان يفترض بالمركبة في الأصل التحليق عبر أورانوس وزحل والمشتري وأن تتراقص بين الكواكب بالاعتماد على قوة الجاذبية. ينتظر الجميع على أحر من الجمر خروجها من الغلاف الشمسي. 1، 2، 3، وها قد خرجت أخيرا، وجميع الأنظمة تعمل جيدا دون أي خلل. تمدح فريقك لعملهم الممتاز. مع ابتعاد فوياجر واحد كل هذه المسافة لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه في الفضاء. كنت فتى شابا ذات مرة تشاهد انطلاق المركبة، وأنت اليوم الشخص المسؤول عن المهمة برمتها. بعد 9 سنوات، بما أن فوياجر واحد غادرت الغلاف الشمسي، يتوجب عليك الآن تفقدها بين الفينة والأخرى، وأن تحرص على أن جميع أنظمتها ووظائفها سليمة. لا تنفك المركبة ترسل المقاييس من الوسط بين نجميه، وهو المنطقة بين النجوم في مجرتنا، وتتكون من المواد المؤينة. المؤين نسخة مبسطة لجزيء أو مادة. الوسط بين نجمي هو بلازما مشحونة كهربائيا أو مؤينة، وهو غير مستقر. الأمر أشبه بالانتقال من برق في عاصفة رعدية إلى أمطار هادئة في غضون ثوان. البلازما في الفضاء تختلف عن البلازما على الأرض في أنه يصعب تصفيتها. ثمة حوالي 6% ذرة لكل 16 سنتيمتر مكعب في الوسط بين نجمي. يحتوي الهواء الذي نتنفسه على الأرض على مليارات الذرات. عبر قياس البلازما في الوسط بين نجمي يمكننا فهم سلوك وبنية المواد الكيميائية والغازات بشكل أعمق. من الممكن أن الأكسجين الذي نعرفه ونحبه على سطح الأرض مختلف عن الأكسجين في الفضاء. إحدى مهامك الأساسية هي فهم المزيد عن التفاعلات بين الرياح الشمسية والوسط بين نجمي التي توجد الغلاف الشمسي. لذا بعد القيام ببعض الفحوصات المعتادة وغيرها من أعمال الصيانة على فوياجر واحد من غرفة التحكم، تلاحظ شيئا غريبا يأتيك من الشاشة. تجلس أمام الحاسوب تحسب عدد اهتزازات البلازما وتحولها إلى ملف صوتي من حوالي 3 كيلو هيرتز. تضغط عليه وتصغي إلى همهمة مفاجئة وغريبة. تتفاجأ أنت وأعضاء الفريق لدى سماع الاهتزازات بمثل هذا التردد المنخفض. نظرا لأن الفضاء فسيح جدا، فشيء كهذا يعني بأن هناك حياة على سطح الكواكب الأخرى. يهرع كل واحد في المحطة إلى وحدة التحكم للاستماع إلى ذلك الصوت من الفضاء الخارجي. إنه رتيب وخافت، لكن لابد من أنه يأتينا من خارج الغلاف الشمسي. تراجع الأعداد مرارا وتكرارا لتحرص على أنها ليست مجرد ضربة حظ، لكنك لم تخطئ. تحرص على أن أفراد الفريق لن يخبروا أحدا حتى تتضح الأمور أكثر.
تشرع في العمل وتحاول التقاط الصوت مجددا، إنه كما هو، لا تنام وأنت تفكر في شيء يمكن أن ينتج تلك الهمهمة. تمر بضعة أيام ولا يزال ذلك الصوت على حاله. لو كان هناك شكل حياة في الفضاء يحاول التواصل معك، فمن المؤكد أنه يود إخبارك بشيء يجب فك شفرته أولا. تحلل ملفات الصوت مجددا، تحاول معرفة ما إذا كانت لغة صوتية لا تعرف عنها شيئا. تبحث عن خبيرة لغوية لعلها تفهم معنى تلك الهمهمة. تجتمع مع بقية أعضاء الفريق وأنتم تتحركون لسماع بعض الأجوبة. وبعد فترة من الزمن تعتقد الخبير بأنه قد يكون هناك شخص يود التواصل معنا، لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يود قوله هي إرسال شيء أولا. ترتب لاجتماع مع بقية أعضاء الفريق وتحاول معرفة ما الرسالة التي يمكنكم إرسالها. وبعد الكثير من التفكير والعديد من أكواب القهوة تقرر إرسال عبارة واحدة باللغة الإنجليزية: Who are you؟ أي من أنت؟ ترسل الإشارة عبر فوياجر واحد وتنتظر أي تغيرات في الهمهمة، لكن لم يصلك شيء في الحال. قد يستغرق الأمر بعض الوقت ليصلك الرد، تنتظر طوال الليل ومع ذلك ما من شيء بعد. يبدو كأنه ما من شيء هناك في الفضاء السحيق. طوال الأيام القليلة التالية تواصل إرسال عبارات لعلك تحصل على جواب. بما أن الفضاء فراغ مظلم فالموجات الصوتية لا يمكنها السفر عبره، لذا فإن إرسال رسائل صوتية بمكبرات صوت هائلة لن يجدي نفعا. تحدد مصدر الهمهمة وتوجه مكبر الصوت ناحيته، ومن ثم ترسل الملف الصوتي. وكل يوم ترسل شيئا مختلفا، ومع ذلك لم يصلك الرد رغم مرور أسبوع. يبدو أن الحضارة المتطورة في الفضاء السحيق ليست حقيقية. إن المناطق بين الأنظمة النجمية في المجرة ليست فارغة تماما. هنا يوجد الوسط بين نجمي الذي يحتوي على غازات وغبار وأشعة كونية مشحونة بالطاقة. بعد أشهر من تواصل الهمهمة لا تزال مصمما على معرفة ما يجري. تجلس هناك تتذكر متى انطلقت فوياجر لأول مرة، تذكر كيف ركضت إلى الخارج بعد اللهو بألعاب الفيديو. لم تستطع رؤيتها بوضوح بسبب أشعة الشمس الحارقة. تتسمر في مكانك ويغمرك شعور لا يصدق. تفتش عن بعض الملاحظات التي دونتها في السابق. كان الجواب أمامك طوال الوقت. بين الفينة والأخرى ترسل الشمس رشقة من الطاقة يمكن أن تتسبب في اهتزاز البلازما في الفضاء البعيد. يمكن للعلماء قياس تردد الموجات لدى اهتزاز البلازما لمعرفة مدى قربها عن بعضها البعض. وفي اليوم الذي سمعت فيه الهمهمة أتتنا بعض الترددات غير المنتظمة من الشمس. قد تكون تلك الهمهمة اهتزاز البلازما بطريقة غريبة بسبب الانفجارات الشمسية، لكن هذه الاهتزازات منخفضة التردد وتدوم لوقت أطول من القفزات والرشقات السريعة. تجري الاختبارات مجددا وتدرك بأنه ما من حضارة متطورة تحاول التواصل معك، بل هي اهتزازات سببتها الانفجارات الشمسية. تبلغ فريقك بهذا الخبر العاجل ويحتفل الجميع، لكن بعد كل هذه الاختبارات والبحوث لا تزال عاجزا عن فهم اهتزاز البلازما في الوسط بين نجمي بهذه الطريقة الغريبة. لا تزال تراودك عديد الأسئلة الملحة. سنة 2027، لقد مرت 50 سنة منذ انطلاق فوياجر واحد. أنهيت أعوامك الأخيرة وتقاعدت للتو من وكالة ناسا. لديك العديد من المنح الدراسية تحت إشرافك وبرامج للشباب الذين يودون تعلم المزيد عن الفلك والعلوم. تعود إلى غرفة التحكم مجددا حيث ظننت بأنك اكتشفت عالما متطورا في الفضاء، ومن ثم تسترجع كل الذكريات الجميلة التي عشتها هناك. تودع كل شيء وأنت تعلم بأنها اللحظات الأخيرة لفوياجر. لقد ابتكرت لتدوم 50 سنة فقط، وبعدها ستكون مجرد جسم يطفو في فراغ الفضاء البعيد. إنه لأمر مدهش معرفة بأنها أبعد جسم صنعه الإنسان على وجه الأرض، لكن حان الوقت لتسمح للآخرين بأن يحلوا مكانك. تطفئ الأنوار وتغلق الباب، تطلق فوياجر صافرتها الأخيرة قبل أن تنغمس في الصمت المطبق إلى الأبد.